مرحبا مشاهدي قناة زاكروس، مرحبا زملائي من داخل الاستوديو. اليوم سؤالنا، هل أنت نفس الشخص الذي كنت عليه بالأمس؟ خليكم ويانا. سؤالنا اليوم هو، هل أنت نفس الشخص الذي كنت عليه بالأمس؟ أقول نعم، نفس الأطباع، نفس الأسلوب، ما تغير، الشكل تغير نوعا ما، لكن صرت أقوى، سندت نفسي، وقفت وحدي، الله وياي، عائلتي معاي، صرت أقوى من العام. يعني اختلفت جذريا اختلاف، بس مثل ما اقول اصور نفسي سبايدر مان، كل شيء جاي احقق احلامي وطموحاتي ان شاء الله. هل انت نفس الشخص الذي كنت عليه بالامس؟ لا اكيد تغيرت نحو الافضل، خصوصا بعد ما دخلت كليه مال طب، افكاري توسعت، كل شيء تغير عندي. طبعا مرور الوقت واحد يتعلم هواي شغلات، تصير له عبر ودروس اكيد يستفاد من عندهم حتى ما يتكرر نفس الخطا. هل أنت نفس الشخص الذي كنت عليه بالأمس؟ لا طبعاً، أكو هواي تغييرات، والإنسان لازم يتقدم لي قدام، إنه وقعت أو غلطت بغلط لازم ما أبقى عليه، لازم أتغير، لازم أتقدم لي قدام. أكو هواي أشياء أني حطمتني ووقفت بمكاني، بس الله وياي وعانتني ومشيت بعون الله، وهواي تقدمت، وهواي كانت أفكار وطموحات عندي مشيت بينه وصارن قسم هواي منهم صارن. فلازم واحد الإنسان للتغيير وتطور، ما يبقى واقف بمكانه، اذا طاح او وقع لازم يتقدم لي قدام. فطبعا لازم الانسان يتغير، هو يعني هالطموح عندي انه اتغير وبعد اصعد وبعد اصعد وان شاء الله اصعد. تغيرت هواي، تعلمت من اغلاطي. يعني قبل كنت ما ادرس، تارك دراسه 4 سنوات هسه فنون، مرحله اولى، راح الثانيه قسم مسرح. كنت ما اشتغل هسه اشتغلت. كانت اكو علاقه بحياتي هواي غيرتني. تعلمت من عده شغلات، يعني كلش اثرت بي وتعلمت من عليه. هل انت نفس الشخص الذي كنت عليه بالامس؟ لا، يعني اوكي وعيت اكثرها، اكو تصرفات يعني تغيرت بي اكو لا.